اسمعني ناصر، أنا تحملت بما فيه الكفاية وضغطت على أعصابي لما أني يصير اللي أنت تبي. خلص الحين صار اللي أنت تبي. هذه لما أنت بتبقى قاعد هني؟ هلا الحين هني؟ اي تنتظر حبيب القلب؟ صج عينها قوية، ليش ما راحت؟ روح اسألها. صدقني إن ما طلعت لا أروح وأطلع ينوني عليها، أطقها الطق وأخذ قشة وأقطها بالشارع. صرت لازم تحدد، خذ موقف، تبيها ولا تبيني؟ خلاص اهدي، لا تحرقين أعصابك، حتى أكيد أبيك أنت، أنت الحب. شنو هذا؟ شو اللي قاعد يصير؟ هي خلي كلامك معي أنا، اللي قاعدة تشوفينه صج مو حلم، بعدين أنت يا غبية، هذا مو أخوي، هذا زوجي حبيبي. تي جاب ولا كلمة، وأنت ما تحكى، تكلم قول. تلحين هني حبيبتي، لمي أغراضك يلا توكلي يلا. سمعتي اللي قاله ولا أرجع أعيده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا الخسيس. لهالدرجة أنت وسخ وقذر؟ هاي أنت يا الخاينة، يلا برا يلا يلا يلا، رجعي محل ما جيتي. روحي لأمي أغراضك، شو طالعيني؟ يا أيوة، أنا ناصر حبيبي اللي أعرف زي سويت فيها. بس مسكينة يعني وين تروح الحين؟ شنو؟ لا يكون كاسرة خاطرك، بس والله إذا كاسرة خاطرك ترى تقدر تلحقها وتروح معاها. تكون زينة، ما أدري إيش أسوي هسه. ولعت عليها يمه، وأنا هم مشتاقة لها، إن شاء الله ترجع بالسلام. بس يا يمه، أبوي مو مسامحها للحين. أبوش أصلا مو مسامح روحها، لأنه غلط غلطة كبيرة، وثق بناصر والطاقم للفلوس، وأختج اعتبرته فخر. فخر الزوجة اللي تحبه، فخر. أنا بعد، أنا هم اعتبرتها فخر، فخر فخر. شنو اللي تعتبرينه فخر يما؟ أنت ما ربيتينا ولا علمتينا على كذي، كنت دائما تقولين لنا فخر البنت بأبوها. حتى لو كنت غلطانة، بنتي زوجة اللي تحبه، يعني أبد مو غلط أفرح لبنتي أبداً. لكم منكم لازم تردون الديرة، لأن الحالة اللي فيها عمي وعمتي أبد ما تسر، وأنا وايد خايف عليهم، وأنا ما أدري متى بيون على بالك. يعني الله يشهد علي يا أخوي إنهم دوم ببالي. أنت تدرين إن أمك وايد مريضة، ووجودك يمها وايد ريحها. أخوي سالم تتحسس إن إحنا اللي كنا بنهاجر. أنت ضمن لي إذا رجعنا بيخلونا نعيش مع بعض؟ عمي بيخلينا بحالنا؟ انت اخر واحد يتكلم. شلون طلعت البنت من بيت ابوها وياي للحين تحط لي تبريرات؟ جايبها اخر الدنيا ومغربها. خلك ريال وردها حق اهلها وخلينا نحل المشكله اللي ما ندري من وين طلعت لنا. الحين اثبت لك انا شلون ريال. ندى قومي يلا. قومي لمي اغراضك. شنو اللي لمي اغراضك؟ وين بنروح؟ بنروح الديره واللي فيها فيها. ها سمعتي ايش قال؟ قال لمي اغراضك. يلا قومي لمي اغراضك. خلنا نرد الديرة، ترى بهالحالة أنت كسبانة، ما خسرتي أهلك ولا خسرتي. سالم، أول شيء مشكور على كل اللي سويته، حقي وحق أمي وأبوي. ثاني شيء اللي لازم تعرفه إنه مو ناصر اللي قال لي نطلع من هالديرة، أنا اللي قلت له بطلع من هالديرة. براحتك ماكو مشكلة، وأنت حرة باختيارك، والسموحة إني قاعد أتدخل بأمور مالي شغل فيها. لا يا أخوي لا تقول كذي، مو هذا المقصد، أنت أخو عزيز وغالي علي. نفس ما قالت حبيبتي ندى، انت عزيز وغالي وانا وايد اثق فيك. زين كيفكم؟ ما تبون تردون لا تردون، هذه حياتكم وكيفكم، بس على الاقل اعطوني الاوراق، الاوراق اللي خذيتيها من ابوك بدون اذنه، على الاقل شيء يغطي على شيء. قومي حبيبتي، روحي جيبي الاوراق، سالم معاه حق. هذا قدري، وحتى لو بنسجن لازم اواجهه، مع ان انا مالي ذنب.
بس اذا عمي يرتاح كذي انا ما عندي مانع. قومي روحي بالاوراق. وعلى فكره سالم، ترى الاوراق من اول يوم ما كانوا عندي. ندى خشتهم. الاوراق انا خشتهم عندي، وما راح اسمح لاي كان حتى لو ابوي ياخذ ناصر مني. حبيبتي روحي بالاوراق، ابي سالم وعمي يدرون ان انت اهم شيء بهالدنيا عندي. قومي لو تحبيني قومي روحي بالاوراق. الأوراق إذا ردت حق عمي تتغير وايد أشياء. إيش قاعد تسوون؟ لاعبين لعبة على حسابي؟ ناصر ايش فيك الله يهداك؟ اليوم سالم جاي يتغدى عندنا. صدق والله؟ جاي يتغدى؟ انا اقول خلكم مرتاحين هني، انشب الغدا ويجيب لكم اياه للدار. ايش فيك الله يهداك ايش قاعد تقول؟ شاب ولا كلمة؟ ليش هل تتحكين بعد؟ ناصر ايش فيك قاعد تعاملني كذي؟ انا اسف طال عمرك اني قاعد اكلمك كذي، طويل العمر انا اسف، المفروض اطق الباب قبل لا ادش، المفروض اول ما اشوف ريال مع مرتي المفروض اصفق لكم، صح؟ كذي تبين؟ ايش فيك انت شارب شيء؟ انت شاب ولا كلمة؟ انت ريال ما عندك احساس ولا عندك شرف، انا الغلطان اللي وثقت فيك. انت ما شفتي غير هذا؟ هذا اللي ما يسوى بيزه؟ ناصر ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تخربط انت ايش فيك؟ اطلع برا. ناصر اطلع برا. ناصر برا. ناصر ايش فيك؟ ناصر ايش فيك؟ ما بسمع لك حس، ما بسمع لك حس. انت ايش قاعد تقول؟ ايش فيك؟ لا تنسى انا سويت وشلون ضحيت عشانك. اكيد ما انسى. البهدله والغربه اللي انا فيها اكيد ما انسى. شلون تبي ناس اني ضحيت علشانك؟ اكيد ما راح انسى عقب كل هذا اللي سويتك اياه تجيبين ريال غريب بداري وانا مو موجود. لا ناصر، ناصر لا تقول كذي، لا تحط الافكار هذه، والله العظيم ما سويت شيء، والله ما صار شيء. عبالك انا ياهل، عبالك انا غبي؟ في مره محترمه ريالها مو موجود بالبيت تجيب ريال غريب بداره وهو مو موجود. ناصر تبريرك هذا يخليني احترق زياده من داخلي. ناصر والله العظيم ما صار، والله العظيم ما صار. لا تجيب ولا كلمه. والله قاعد تظلمني. ناصر 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 تكفى الله يخليك. نسرين الله عليك تكفين ابو سيد ايش تكلمي؟ اليوم شفتيني انا قاعده هني مع سالم، شفتي علينا شيء غلط؟ تكلمي. والله انت وحده باسج قوي. انا الصراحه ما كنت ابي اتكلم، بس لو ما حلفتيني الصراحة أنا شفت اللي ما حد شافه. هذه واحدة ما تستحي على وجهها جليلة حياة، أهلك ما ربوك؟ لا والله العظيم شفت. شنو كذابة؟ سكتي ولا كلمة. أنا من أول ما دخلتي هالبيت وأنا مو مرتاحة لك. أنت أخوي ما يستاهلك، يستاهل عمتك. ناصر تكفى والله العظيم اللي قاعد تقوله له. تكفى ناصر تكفى. خلاص أختي دشي أنا أتصرف معها. لا أنا اللي بتصرف معها. قلت دشي خلاص أنا أتصرف معها. ناصر ابو سيدك تكفى لا تصدقها، والله العظيم كذابه والله. شوفي انا ضحيت بسمعتي علشانك، انا خليت كل الناس يكرهوني بسبتك، مع ان انا ولد عائله اصل وفصل، عبالي انت شريفه حتى جوتي ما تسوينها. يلا دفي دش داخل، دش داخل. لك وش لحظه انت طالك وعندي لك هديه. تدين شنو هذا؟ تدين شنو هذا؟ الأوراق اللي تدورينها.